ترى شوي بسأل كل واحد وش ممكن التغريده اللي اعتقد انه ممكن يعلق عليها. بس عبد العزيز سويد، ايش رايك انت في هالمساله تحديدا، انه يظهر مسؤول بلغه اقرب للناس، وفي خلينا نقول الناس برضو احيانا تقبل ما تقبل، لكن انت كيف شايف المساله؟ انا اللي قاعد اشوفه الحين هم يسمونه سياسه الباب المفتوح. ترى على فكره اللقاءات هذه مع الجماهير تخلي حتى المرؤوسين ينتبهون لعملهم. يعني هي القضيه ان المسؤول مغلق الابواب ممكن ما حد يوصل له. انا كمسؤول وتحت ادارتي او تحت اداره رئيس الهيئه ممكن اي خطا انا قاعد اسويه ممكن انه يوصل عن طريق التغريده هذه، لان الرجل هذا حتى نازل وسط الشارع يتلمس. لذلك اي 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 شيء قاعد، انت لو تلاحظ حتى الاسئله اللي قاعده تصير اكيد انها في بعضها اراء شخصيه تختلف وتتفق مع اللي رئيس الهيئه فيها، وفي بعض الاسئله لا، حتى في صميم عمل لما يسالون عن منشات، لما يسالون عن قضايا، لما يسالون عن اشياء، واضح انه رئيس الهيئه برضه لما انا احط مثلا تساؤل واجاوب عليه بالتاكيد المسؤول عن الملف هذا راح يراجع نفسه بيشوف الملف هذا وين وصل فعلا، انه ممكن ينسال عنه لانه تم تذكيره. فلذلك هي بعض المرات تصير فيها زي ما يقول يسمونها التغذيه العكسيه. ولكن في بعض المرات برضه يفترض ان حتى المسؤول او حتى الاعلامي او حتى الاشياء هذه ما هي بالقضيه انه المسؤول لما يقول راي خلينا نقول ما يصير الراي الواحد فقط. انا مهم جدا يسمونه العصف الذهني، مهم جدا ان المسؤول يسمع الاراء كلها حتى لو اختلفت معها، بس انه يسمع راي من خارج الصندوق. ذات المسألة لها علاقة بالرأي فقط. أي يسمع رأي من خارج الصندوق، يعني أنا رأي منك ورأي مني أنا ورأي من الثاني والثالث، ممكن هو يسويها خلطة في خلاط كي يطلع رأي، وهو قاعد يشوف شيء أنت مثلا عن طريق الدراسات اللي عنده وعن طريق المسؤولين اللي عنده يكيف الآراء هذه اللي قاعدة تصير. احنا مشكلتنا بعض المرات طبع عندنا والله إذا شفنا المسؤول يحب عبد العزيز خلاص كلنا نحب عبد العزيز. مشي له الأمور كلها يعني خلاص والله هذا شخص واصل. وتلقى عبد العزيز لا يقعد يتكلم باسم انه يعرف المسؤول هذا، ولا يجي شخص يصور مع المصلح مثلا مع رئيس النادي، انا كلاعب خلاص انت الاداري انت بتراي قريب انا من الرئيس، وهي صوره عاديه تلقى اصلا المصلح ما يعرفها اصلا بس مر عليها صوره ذهنيه مر عليها وتلقى يكبرها في المجلس مثلا. فهمت الفكره؟ فهي بعض المرات طبيعه مجتمع صحيح. ولكن احنا بعد اللي قاعد يصير الاحداث اللي قاعده تصير هذه احنا لازم اصلا نفهم مثلا المعالي. امس ينتقد محمد اليوم قاعد يقدم له، يعني في ناس تعرف لما مشى في تيار نقد محمد مشوا وفجاه والله سوى له مثلا المعسكر الاعدادي زي كذا رجعوا لا بعضهم خلاص وقف في النص ما يدري نشب يعني وقف في النص خلاص هذا الحين انكشف فلذلك 24 ساعه فلذلك انت اساسا هي انا حتى كتبت تغريده يعني المبادئ المفروض ما تتغير مع المواقف. عندك منهج، الناس قاعد تراقب وش تقول. هي القضيه ما هي بقضيه انك تسيء في الرد لا، لكن تطلع وجهه نظرك بطريقه مؤدبه وبمحتوى كويس وبشجاعه ادبيه الكل قاعد يتقبلها، سواء صارت خطا او سواء صارت يعني صحيح. هي مجرد راي ممتاز. الاجتماع او الاسئله اللي هذه قاعده تصير انا اعتقد انها مكاشفه حتى الاعمال الهيئه. يعني حتى الاعمال الهيئه انا اشوف ردود الافعال مهم جدا انك تعرف زي ما يقول اللي يدور حوالينك. والاهم انك زي ما يقول ما تهتم بكل شيء يدور حوالينك. انا ممكن والله يجي شخص يقول لي والله محمد والله شغله مو كويس، ما بالقضيه ان نحكم عليه لما يجي شخص معرف او يتكلم كلام، يمكن احطه تحت المجرى واتابع الموضوع هذا هل فعلا الكلام هذا صحيح واخذ رايي من ولا وصل، لان احنا عارفين بعض المرات يجي بس